ملعب مسعود زوغار المكان 6 مساء من يوم الأحد الزمان، والحدث لقاء الدور الثمن النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بين كل من مولودية العلمة وصفاقس التونسي في مباراة مثيرة يسعى فيها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وبلوغ الربع النهائي. الأهداف تاعنا هو الذهاب بعيدا في رابطة الأبطال، ولما لا دوري المجموعات اللي رانا على بعد خطوة عليه، وإن شاء الله راح نلعب كل شيء في رابطة الأبطال. البابية وفي أول مشاركة لهم في المنافسة، وبعد المشوار الجيد الذي حققوه بفوزهم على كل من سان جورج الإثيوبي في الدور الأول وأشانتي كوتوكو الغاني في الدور الثاني، يسعون إلى الذهاب بعيدا في المنافسة وتشريف الراية الوطنية. C'est un match tout à fait normal avec une préparation tout à fait normale. On va essayer de l'aborder comme on a abordé le match de Ashanti, c'est-à-dire sans pression. حلم المرور مشروع، إلا أن العلميين سيفتقدون لعدة لاعبين كوادر، كل من الحارس المخضرم أسرير وأصالح والإفريقي طامبانك بسبب الإيقاف، وكذا عباس وبوزاما ومدني بسبب الإصابة، أمر سيعقد من مأمورية المدرب الفرنسي أكورسي، بالرغم من أن تقدمهم في المنافسة عامل إيجابي حفز اللاعبين ورفع من معنوياتهم لمواصلة النتائج الإيجابية والتأهل للدور القادم. مباراة لا تخلو من الصعوبة أمام صفاقس التونسي الذي لم يتنقل للجزائر بثوب الضحية، وهو العازم على الإطاحة برفقاء نصر همامي وتحقيق نتيجة إيجابية للعب مباراة العودة في 3 مايو المقبل بملعبهم الطيب المهيري بكل أريحية. لقاء سيستفيد فيه ممثل الجزائر بعاملي الأرض والجمهور، واقتطاع النقاط 3 أكثر من ضروري ليكمل مغامرة تشامبيونز ليج إلى أبعد نقطة.